إن شاء الله اليوم راح أتكلم عن نصيحة بسيطة جدا مهمة عند الأطفال الصغار والأطفال البالغين أيضا. من المهم جدا أيضا عدم إعطاء الأسبرين للأطفال دون سن 18 عام، لأن الأسبرين قد يسبب عند الأطفال مرض نادر يصيب الدماغ اسمه متلازمة راي. طبعا لكن هذا المرض خطير جدا، ممكن يسبب تلف في المخ، ممكن يسبب أمراض كثيرة مثل أمراض عصبية، أمراض طبعا احنا نتكلم عن مضاعفات المرض، مضاعفات مرض متلازمة راي. أتمنى أنكم تتقيدون بهذه النصيحة، وهو عدم إعطاء الأسبرين للأطفال دون سن 18 سنة، لأنه يسبب أضرار وأمراض كثيرة جدا. إلى هنا انتهى الدرس، أو أتمنى أنكم تتقبلون نصيحتي. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم ونصيحة أخرى وجديدة.